مروى عيد عبد الملك كما يعرفها الناس، لكن اسمها الحقيقي هو إحسان. ولدت في 27 من نوفمبر عام 1986. بدأت لعب كرة اليد وعمرها 6 سنوات بمركز شباب زمهم. مروى من عائلة أهلاوية كبيرة، حيث أن شقيقتها الكبرى هي حنان كانت لاعبة لكرة اليد أيضا في النادي الأهلي. لحقت بها مروى قبل أن تعتزل، وحاليا شقيقتها الصغرى هي نصرة تلعب حاليا في النادي الأهلي. مروى تعتبر نفسها مشجعة درجة ثالثة في القلعة الحمراء. انتقلت مروى لصفوف النادي الأهلي عام 1996، استمرت معه 14 عاما متتال، حققت فيهم العديد من الانتصارات والبطولات. قادت سيدات الأهلي لكرة اليد للهيمنة على جميع البطولات. لا تذكر أنها خسرت مع الأهلي سوى مبارتين أو 3 مباريات على الأكثر طوال مسيرتها. بدأت اللعب في صفوف المنتخب المصري منذ عام 2003، تألقت بشدة في بطولات إفريقيا. بدأ حلم الاحتراف يراودها، لكن تجربتها الأولى في ألمانيا لم تنجح، حيث لم تتأقلم وعادت سريعا عقب أسبوع واحد فقط لتستمر مع الأهلي. أكدت مروى عيد أن الكابتن محمود الخطيب أسطورة النادي وعضو مجلس الإدارة السابق كان له الدور الأكبر في احترافها عقب بطولة إفريقيا عام 2010، عندما شرحت له أنها تحلم بالاحتراف، فأكد لها أنه لن يقف أمام مستقبلها، بل يتمنى أن ترفع اسم الأهلي ومصر عاليا خارج البلاد. أصبحت مروى عيد أول محترفة مصرية بعد الانتقال لنادي أونيس الفرنسي في الدوري الدرجة الثالثة، لكنها قدمت مستويات رائعة، قادت فريقها للدرجة الثانية قبل أن تنتقل هذا الموسم للدوري الممتاز لنادي نيس الفرنسي. من الطرائف والعجائب أن مروى عيد لم تتوقف في تألقها عند كرة اليد، بل مارست كرة القدم لفترة ليست بالقليلة في نادي وادي دجلة. كانت هدافة الدوري النسائي في أكثر من مناسبة، لكنها قررت اعتزال كرة القدم بعد احترافها لكرة اليد. حصدت مع الأهلي ثلاثية محلية خلال 14 عاما قضتها داخل جدران القلعة الحمراء، كما حصلت على جائزة أفضل جناح أيسر في بطولة إفريقيا عام 2004، وفي نفس البطولة حققت لقب هدافة البطولة، فيما حصلت على هدافة الدوري الفرنسي خلال عامي 2013-2014 2014-2015. تتمنى مروى عيد الاستمرار في النجاح الاحترافي واللعب في دوري أبطال أوروبا يوما ما. جاءت لها العديد من طلبات التجنيس، حيث أن مصر لا يوجد لها منتخب نسائي حاليا، وذلك من أجل المشاركة في كأس العالم، لكنها لم توافق حتى الآن. تحلم بعد ختام مشوارها أن تكون مدربة لمنتخب مصر لكرة اليد أو القدم، وأن تقود سيدات مصر للتألق في المحافل الدولية. لا زالت مسيرة عطاء مروى عيد في الملاعب الأوروبية تتواصل، تتألق لتكون خير سفير لكرة اليد النسائية المصرية. مروى عيد عبد الملك محترفة بدرجة مشجع بجنون. اعتقد ان قدرنا نعرف مين معانا، بس فعلا هي لعيبه كبيره. هي لعيبه، اولا هي مشجعه من الطراز الاول درجه ثالثه، يعني بتعشق حاجه اسمها النادي الاهلي، بتموت في حاجه اسمها النادي الاهلي. ما تقولش اي حاجه، يعني قولها اي حاجه ما تلعبيش كويس ما تكلمش معاك، تجيب لها سيره النادي الاهلي تبقى عندها مشكله كبيره تحصل عندها هسهس في دماغها زي ما بيقولوا. لكن هي كابتن كبير وكابتن النادي الاهلي واول لعيبه محترفه في نادي اوروبي كابتن الفريق، حاجه كبيره جدا جدا جدا. حققت امنياتها، طلعت من الصعب، خدت من طريق كبير عشان تطلع، خدت كفاح. انا شاهد على هذا الكفاح، لكن هيكون معانا لازم نقول لكابتن مروى عيد مساء الخير. مساء الخير كابتن خالد، اللي شرفت وجودي معاك وتواجدي في قناه النادي الاهلي. مروى منوره بجد. عايز اقول لك تاريخ كبير في كره اليد، وكابتن نادي نيس هو رابع الدوري اعتقد، مظبوط كده،
لكن خلينا نبدا رحله الكفاح. انا بسميها رحله كفاح كبيره. بتشجع النادي الاهلي من امتى؟ من ساعه ما اتولدت. من ساعه ما نزلتي وقلتي اهلي؟ النادي الاهلي احنا بنتولد تحس ان هو بيجري في الدم كده على طول. بيجري في الدم سبحان الله، حاجه غريبه بجد والله. طب روحنا ملعب الهاندبول ازاي؟ انا بدات الاول في مركز شباب زينهم خالص. تمام. ساعه ما بدات في مركز شباب زينهم مع كابتن مجدي عبد السلام، كابتن احمد زين، كابتن شريف الشريف، وكان اللي وداني اصلا كانت ساعتها حنان اختي، حنان عيد كابتن النادي الاهلي ومدربه في النادي الاهلي حاليا وكابتن منتخب مصر، وكانت بتلعب في النادي الاهلي. الحقيقة. بس انت عارف احنا او في عيلتنا عامه او عندنا حتى ما فيش واسطه، فاهم قصدي؟ كل واحد بيعتمد على نفسه. بدراعه. فانا بدات بس لازم نقول للناس كابتن حنان الكبيره، حنان، كابتن مروه الثانيه، كابتن ناصر الثالث. كابتن ناصر دي موال ثالث دي. ما شاء الله. اتفضل. دي موال كبير ناصر دي برضه. لعيبه كويسه وصغيره وهي مستقبل النادي الاهلي يعني ان شاء الله باذن الله. بس وبعد كده انتقلت النادي الاهلي وانتقلت من ما تجريش بيا ما جريش ماشي مركز شباب زينهم لعبنا هاندبول. وكان ايه الوضع؟ مين رحت الهاندبول؟ اشمعنى رحت الهاندبول دي؟ والله بص انا رحت الهاندبول كان كابتن مجدي عبد السلام بالاخص يعني شافني بلعب كوره في الشارع اصلا يعني. ايوه هو شافني بلعب كوره. انا عايزك تنتيني الحكايه مظبوط. بالظبط هو شافني فعلا بلعب كوره في الشارع وقال لي تعالي احنا عايزينك وتعالينا وبتاع وانا ما رحتش، انت عارف بلعب كوره فمكمله مفيش مشكله خالص، لحد ما كانت طنط عفاف مامه كابتن شيماء عبد العزيز كانت لعيبه في النادي الاهلي برضو. ايوه هي اللي ودتني بقى لكابتن مجدي، فاول ما شافني قال لها بس هي دي اللي بدور عليها، هي دي، هو بقى اللي علمني كل حاجه. ما بتعرفش تلعب كوره؟ لا. بتلعب كوره ازاي في الشارع؟ لا كنت بلعب كوره في الشارع، بلعب كوره على فلوس وموال كبيره. بس وبعد كده انتقلنا للحب الكبير عندك في كان حلم. كان بالنسبه لي حلم. كنت شايف طبعا كابتن حنان عيد هي مثل الاعلى واختي الكبيره وكابتن منتخب مصر ككابتن النادي الاهلي فكان حلمي في يوم من الايام ابقى زيها. انتقلت النادي الاهلي، النادي الاهلي اشتراني بشويه ترنجات وشويه كور وحاجات كده لمركز شباب زينهم لان شرفت ان انا خرجت منه وطلعت منه مركز شباب زينهم. الحلم خلاص انت وصلت لحلمك. اوقفك اتفضل. اول يوم دخلنا في النادي خلاص ده النادي اللي انت ما كنتش مصدق والله من قبلها بيوم كنت بحلم. وكان في مشاكل، كان مجلس اداره بتاع مارشال زي ما كانش موافق فانا بحلم يعني انا بحلم ان انا اخش المكان ده. فاكره اليوم كويس قوي اللي دخلت في النادي؟ طبعا فاكره. من اول يوم كان اول واحد كان استقبلني كان كابتن اشرف فار، هو اول واحد كنت اتدربت معاه داخل كابتن اشرف الفار كويس. ده كان اول واحد كنت اتدربت معاه، اتدربت مع مدربين كتير جدا كابتن تامر عادل، كابتن امجد عويس، كابتن محمد عادل زوله الله يرحمه، كابتن مصطفى عباس، كابتن اليوبي والعظيم كابتن اشرف شكري رحمه الله عليه العظيم. ده حبيبي ده الله يرحمه. بصي هقولها لك بصراحه انا عارف التاريخ. اشرف شكري علم معاكي كتير رحمه الله عليه. فرق معايا جدا. ليه؟ انا كان مستوايا كده لما هو جانا عالي معايا جدا، اختلفت خالص. كنت بلعب وينج كمان معاها وفي 2004 شاركت في بطوله افريقيا مع منتخب مصر، خدت هداف افريقيا واحسن وينج لفت في افريقيا من وينج بسبب اشرف شكري. وانا في الملعب بتكرم رفعت سماعه التليفون عليه قلت له انا مش عارف اشكرك ازاي، انا كنت متضايقه لما كنت بلعب فيرود، بعدين قام مطلعني ووداني وينج. كان مسميني جاكسون على اسم جاكسون بتاع فرنسا بالظبط، فقال لي هو ده مكانك هتشوفي هتبقي ايه، وكنت متضايقه جدا وصغيره بقى عندي 16 سنه وفاهم مش متعفرطه بس الله يرحمه يعني هو فرق معايا جدا فرق في شخصيتي وفرق في الهاندبول، هو كان دماغ الهاندبول بتاعته انا ما قابلتهاش في حياتي صراحه. هو مدرب عظيم بس هو معاكي انا كنت بتفرج عليه يا مروه وبتاع وفي شد وجاز بينك وبينه جدا، وحتى قصاد الفرقه ما بشكرش فيها ابدا خالص، اتكلم عني قصاد الفرقه ما مش انا النجم. طب والعلاقه بينك وبينه؟ كويسه جدا، علاقه اب بنته الله يرحمه ويحسن اليه من يعني بعد فضل امي وابويا وربنا سبحانه وتعالى طبعا امي وابويا والنادي الاهلي فضل يرجع لنا اخيرا كابتن اشرف شكري رحمه الله عليه. تاريخ كبير كابتن مروه. بس هو سؤال برضه كابتن احسان عيد عبد الملك، انت ليه بتحمد عيد عبد الملك؟ لا خالص، تشابه اسماء. تشابه اسماء. طب مين مروه؟ احنا اهلاويه انت عارف. انا عارف سكتنا صح كده. طيب ازاي مروه وازاي احسان؟ جت منين؟ والله هو الحاج يعني الحاج ابويا هو اللي قرر يسميني احسان عشان كان في حد مربيه كانت ست كبيره يعني كانت هي اللي شبه مربياه، فهو يعني قرر ان هو يسميني احسان، وامي كان نفسها مروه فقرروا ان هم يكتبوني في الاوراق الاسميه احسان والشهره بقى مروه، فخلاص بقى الوضع كده. بس احسان دي خالص؟ لا احسان بقى انا اسمي الحقيقي احسان اصلا بس مش مروه، هو مفيش مروه هو احسان. مفيش مروه. ايوه. واسمها بيقول لك ايه في اوروبا؟ ايشان. اسم ثالث خالص. ما انا عايز اعرف بقى ثلاثه مع بعض متداخلين. طيب هطلعك من 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 عين الصيره او مركز شباب زينهم والاحلام اللي كنت الورديه وسافرت تجربه احتراف في المانيا. كنت
كنت حضرتك موجود معايا طبعا في الفتره ديت، وكان لسه احكي حاجات ما حدش عارفها بس بالظبط. وكانت برضو كان طنط دعاء طنط دعاء عبد الباري، كان هي ليها عملت مجهود كبير معايا برضو عشان اسافر المانيا، وفعلا سافرت وعملت اختبارات هناك، وكانوا اتفقوا معايا على كل حاجه وخلاص. وكان عمري 17 سنه صغير، 7 ايام قعدت اسبوع بالظبط، وجيت جالي عنيد، رجعت قعدت اعيط، ما قدرتش استحمل خالص، ما مش عارفه، حسيت ان انا فجاه كده عايزه ارجع مصر. عايزه ارجع مصر، وكنت هخش الجامعه وبتاع، يعني ما استحملتش، كنت صغيره قوي، بس انا شايف انها كانت فرصه، وكانت فرصه كبيره قوي ضاعت مني بصراحه. لكن فرصه جت لي تختلف في مسيره حياتك الاحترافيه. طبعا طبعا، لان انا كنت بدات عندهم درجه اولى، كمان كانت درجه اولى ممتازه، كانت 17 سنه، ورحنا درجه اولى ممتاز، كانت 17 سنه، كانت تفرق خالص. وانت جايه مسافره كان عندك عقدين، كنت انا شريك في واحد فيهم، صحيح صح؟ صحيح صحيح، مودينك ده في تاني الدوري تقريبا في اوروبا، في ابطال اوروبا، وكان الناس مستنيينك بالظبط. دي فجاه لقيتك بتتحولي تروحي نادي في درجه ثالثه. بدات في درجه ثالثه بالظبط. الموضوع بدا اصلا من الاساس من عندي اتنين صحابي، اصحابي في كانوا في منتخب مصر، مي عادل كانت لعبت نادي سبورتنج ومنتخب مصر، وكانت مروه محمد شوقي لعبت النادي الاهلي ومنتخب مصر برضو. هم صراحه يعتبروا هم اللي عملوا كل حاجه، يعني هم اللي خدوا الفيديوهات بتاعتي وقصوها وعملوا لي سي في وحطوا لي، هم اللي عملوا كل حاجه بصراحه. شركة معاك؟ هم شركاء او هم اساس النجاح. مروه شوقي، مروه شوقي دكتوره، مروه شوقي مهندسه، حياتك مهندسه سوري، بالظبط حياتك، يعني الواحد طلع باصحاب كتير قوي من الهاندبول الحمد لله. يعني بصراحة مروة ومي عملوا معايا مجهود كبير جدا 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 بصراحة، في كل حاجة، سواء بقى في الترجمة، في كل حاجة، هم عملوا كل حاجة، حتى في الإقامة، في موضوع السفارة، زي روح السفارة، زي خلص ورق، يعني ما كنتش خالص، هم عملوا كل حاجة، أنا بس بروح، هم بيكلموني يقولوا روحي كذا، كلموني روحي اعملي كذا، بس لحد ما ربنا كرم ونادي لاروشيل أونيس لاروشيل بعتوا النادي الأهلي، وكنت شرفت، كان أول لقاء ليا مع كابتن محمود الخطيب، ولان النادي كان عايز يطلعني اعاره، وهناك كانوا عايزين يبيع نهائي. فلما قعدت مع كابتن محمود الخطيب قلت له انا دخلت التاريخ ان انا قاعده معاك، بس انا كده خلاص مش عايزه حاجه تانية، الموضوع بالنسبه لي انتهى خلاص، فبس انا اتمنى ان الموضوع يبقى بيع نهائي، وانا تحت امر النادي في اي وقت. فقال لي احنا بس مفيش مشكله، مش هنقف قصادك يعني، ولا قصاد مستقبلك، لان هو عارف ان الفريق هنا مش هيتاثر خالص، لان الحمد لله المنافسه النادي الاهلي يكاد يكون يعني مكتسح كل حاجه الحمد لله الى يومنا هذا. الى يومنا هذا النادي الاهلي مكتسح، بيكسب 3 بطولات ما شاء الله. مش بس ما اكذبش عليكي برضه، لازم اساله لك، النادي الاهلي خسر ماتش من معادي لسه من اسبوعين، والله ولعت الدنيا. بص انا تاثرت نفسيا برضو صراحه، يعني تاثرت نفسيا مفاجاه، لان احنا عمرنا ما خسرنا خالص، ما خسرناش، انا في تاريخي مع النادي الاهلي ما اعتقدش ان خسرت 14 سنه تاريخ النادي الاهلي ما خسرتش ماتش جوه النادي خالص، لا محليا ما خسرتش مصر خالص خالص، مستحيل يعني، ما حصلتش خالص. الموضوع كان مؤثر جدا، وبس برضو الفريق فيه اصابات، يمكن نصر عيد مش عشان اختي، بس هي فعلا مصابه مش موجوده، بالظبط لعيبه مؤثره جدا، عدم وجودها طبعا فرق، و بس هو كان ماتش له ظروفه، حصل دلع برضه شويه يعني، ممكن صح؟ ممكن يعني بيجي وقت كده والدنيا تريح معانا، ساعات بيحسوا ساعات لعيبه برضه، يعني الخبرات الى حد ما مش كبيره جدا، بيحسوا بنفسهم شويه، وده مش المفروض يحصل يعني. لكن الاسبوع اللي بعده كسبناهم سكور كبير، فردناها الاسبوع اللي بعده على طول في بطوله المنطقه 25-8 27-24 25-8 يعني، مفيش منافسه، لا لا خالص، مفيش منافسه في مصر. لا لا، علمك وانت طالعه اول يوم وركبت فيه الطياره وراحه نادي لاروشيل، تقولي ايه يعني، او تفتكريه ازاي يعني، طلعتي سافرتي ورجعتي تاني اوروبا، رحتي درجه ثالثه لفريق كبير جدا، بس ده كان اختيارك؟ كان اختياري، لان فكره التاقلم، لان انا جربت وانا عندي 17 سنه، لما رحت على فرقه كبيره حسيت نفسي انا قادره الحمد لله، وقادره ان انا العب واثبت نفسي. قلت لك كده صح؟ دي حقيقه، انت قلت لي الكلام ده، ده حقيقه، تقدري تلعبي، ده حقيقه، ده حقيقه. برضه كنت صغيره للاسف، كان سني صغير ساعتها، بس من اول يوم انا كان حلمي العب درجه اولى، يعني هو ده الحلم. كويس. فانا خدتها من تحت بقى خالص، زي ما بيقولوا كده، من الصفر يعني. فما اكذبش عليك، اول 3 4 شهور ما كانش مستوايا، ما كانش هي دي مروه. لا عايزه، لا ما تجريش بين، انت بتجري بيا، انت بتجري بيا مروه. عايز اعرف لما ركبتي طياره وراح حلم احترافك، انا عارف ان ده كان حلم عندك في حياتك. دي حقيقه. راح تحققيه، تكلميش فرنساوي. اعتقد اللغه الانجليزيه كانت سنه قليله، ده حقيقه، ده حقيقه، كده ده حقيقه، بس خلينا نتكلم مدرس حكومه يعني، بالظبط يعني، لكن في الاخر
سافرتي ورحتي واول يوم اول يومين اللغه اللي حواليكي مش موجوده. المانيا 17 سنه مشيتي وسبتي، اشتغلت ازاي على نفسك؟ والله بص كوتش، هو طموح طول ما انت عندك طموح. طبعا مفيش حاجه سهله سواء انت قاعد هنا او بره او اي حاجه، بس بالعكس الوضع بره بيبقى مختلف، ان انت انت لوحدك فعلا، انت يعني 100% انت لوحدك بالظبط، انت مش عارف ايه اللي هيحصل فعلا. انا اول يوم في المجهول، في اول يوم وصلت فيه وخلاص بقى قفلت الباب عليا وبقفل بالترباس. هو انا عملت كده؟ انا مش عارفه ايه اللي بيحصل، فاهم؟ بس لكن مستوعبة. لكن ده كان دور برضو كبير جدا ساعدوني فيه، كان اهلي امي وابويا برضو. طبعا تليفونات كلام طبعا. امي ما بتنامش غير لما اكلمني. لازم 8 سنين في فرنسا ما شاء الله، فيش يوم نامت فيه من غير ما اكلمها. لازم تمسوا على بعض اجباري. لعب معاكي بالظبط. فكان ودور صحابي برضه، في صحاب كتير جدا جدا وقفوا معايا الصراحه. مين كان بيسبورت مروه عيد هناك في الغربه؟ واكيد هنا في مصر بتشوف صحاب كتير، خلينا نتكلم بصراحه طبعا. لكن في الغربه مش كتير هيكونوا بيكلموا مروه عيد. دي حقيقه فعلا، هيتكلموا عليها شويه يعني، هيقولوا بقى مروه عيد وسافرت وهترجع صح. سمعتي ده؟ كتير طبعا. وقبل ما اسافر سمعت في موداني كمان، سمعت مش هتكمل هترجع وبتاع، ما ده بقى اللي بيخليه حافز قدامك، فاهم قصدي؟ اللي هو دي لقيت النادي الاهلي بالظبط، هو تحدي بيني وبينك انا، انت مفيش مشكله صح. انت هتفرح النهارده مفيش مشكله افرح، بس في الاخر هنشوف مين فينا اللي هيضحك في الاخر. بس 9 سنين ضحكتي في الاخر الحمد لله صح. الحمد لله رب العالمين. قولي لي التجربه الاولانيه واول 4 شهور، بتقولي ان كان في مشاكل معاكي، يعني مش عارفه التاقلمي على الاجواء. مش عارفه ضغطتي على نفسك ازاي، ومين اللي كان بيسبورت في المرحله دي؟ والله طبعا اهلي واصحابي هنا من مصر، وربنا برضو فضل دعاء امي وابويا ليا، ربنا كرمني بعيله من تونس كان ابنهم بيدرب في نفس النادي اللي انا فيه، فدول يعتبروا عيلتي الثانيه، هم وقفوا معايا جدا 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 وساعدوني جدا جدا بصراحه. يمكن انا كان حظي وحش اني اول ما وصلت كنت اتصبت، كان ريست ايدي اتكسر مني، ف يعني كان عندي شويه حاجات كده مش مظبوطه في الاول، اصابات وحاجات كده، لكن بعد كده الحمد لله رب العالمين، يعني مع رجوعي بعد الاصابه على طول الدنيا اختلفت معايا خالص بقى. كل ماتش ربنا بيكرمني 10 تجوان 14 جون، فبدا اسمي يتعرف، بدا يجددوا معايا. انا كنت ماضيه 9 شهور بس في الاول. 9 شهور كنت ماضيه 9 شهور بس، ما هم انا جايه من المجهول، ما هم مش عارفين، ما هم مصر يعني. هاند بول مصر انت عارف، ما يعني ما فيش، ما حدش يسمع عن هاند بول بنات في مصر خالص خالص. فهم مضوا معايا 9 شهور، فيا دوبك اول ما جه شهر 12 قال لي هنمضي معاكي على طول هنكمل. مضيت سنتين. انت بتاخدي كام؟ والله حاجات بسيطه خالص. لا مش هناك. سيبك من بره. كنت بتاخدي كام في مصر ساعتها؟ في مصر كنت باخد 900 جنيه. 900 جنيه؟ وكانت اعلى فئه. كانت اعلى فئه في الحياه ده كده. انا نجم كده انا. يعني قافله. وبره ما خدتيش فلوس كويسه في الاول؟ لا خالص، لا فلوس كانت قليله برضو خالص. هي الفكره مش فكره فلوس والله، كانت خالص. الفكره مش فكره فلوس، لان اولا واخيرا هو رزق. طول ما انت راضي فربنا هيكرمك، بس هو رزق يعني، ما حدش عارف يعني، ممكن اخد فلوس كتيره قوي بس ممكن تصرفها على ايه، فهو اهم حاجه الرضا، فهو ربنا اللي بيرضى. راضيه الحمد لله. كان فلوسك قليله لكن كنت راضيه ان انت تجربه الاحتراف تنجح عليها. هو طموح زي ما قلت لك، طموح. يعني انا ليا هدف، هو هدفي ما كانش المكان اللي انا سافرت له، انا هدفي فوق. طب هنقف عند الهدف عشان اريح معاكي. اوكي. عشان الكلام كتير معاكي بصراحه. حلو. وهنطلع لفريق السيدات النادي الاهلي. أوكي. قالوا كلام كتير عليكي، هنسمع انا وانت. تمام. ونرجع مره ثانيه. اوكي اتفضل. طبعا اكيد ان احنا فخورين جدا باللي انت بتعمليه واللي انت بتحققيه، وكل انت حلم لاي بنت دلوقتي بتحقق، عايزه توصل للي انت وصلتي له، فيا رب دايما متالقه وموفقه في الدوري الفرنسي، وتعملي ان شاء الله وتحققي كل حاجه انت نفسك فيها، وربنا يكرمك ان شاء الله. وحشتينا، كان نفسنا قوي تكوني معانا، وكل سنه وانت طيبه، عشان عيد ميلادك كان من كام يوم، وان شاء الله تكون يعني رافعه راسنا كده دايما بره يعني. بقولها ربنا يوفقك ومشرفانا دايما، وبجد بجد انا بحبك قوي كابتن مروه، يعني يا رب دايما احسن واحسن، ودايما مشرفانا ورافعه راسنا ورافعه راس مصر، ويا رب دايما نشوفك احسن واحده في اي مكان انت فيه يا رب. ربنا يوفقك يا مروه، وانت بجد شرفتي مصر وشرفتي كل بنات الهاندبول، وانت يعني انت اللي رافعه دايما راسنا، وربنا يوفقك دايما في يعني، وخليكي دايما في تقدم وتقدم ان شاء الله باذن الله. سلام رفع راسنا، يعني حقيقي ربنا يخليك. هم قالوا كده والله، يعني فخورين بيكي قوي يا مروه في كلامهم. والله يا كابتن ليا الشرف، والله انبسطت جدا جدا، كان ده تقرير مفاجاه بالنسبه لي. ما كنتش متوقعه خالص. مش متوقعه جدا طبعا. بشكر كباتن النادي الاهلي الكبار كلهم، و
يعني كان ليا شرف ان لعبت مع ناس كتير منهم ويعني بشكرهم جدا على الكلام اللي قالوه دايما. يعني هنقف عند الاحتراف والتجربه الاولانيه وقلنا ان كانت فلوس قليله، كان الهدف او الطموح بالنسبه لك ان انت تحققي في اللي جاي. حققتي ايه مع نادي الورشيل في الاول؟ الاولاني بالنسبه لك كان الطموح، او انا رحت نادي اصلا عشان يصعدوا من ثالثه لثانيه. من ثالثه؟ من ثالثه لثانيه. معدو كام درجه هناك؟ خمسه. خمسة. معاك لحد خمسة تحت. انت في النص، روحتي على النص. روحت في ثالثة او زي. كان ده الطموح. اول سنة ما حلفناش الحظ، ثاني سنة الحمد لله صعدنا. كنت هدفت الدوري؟ صح. هدفت الدوري. مزبوط. هدفت الفرقة لما صعدنا درجة تانية. درجة تانية يعني برضو هو بروفيشنال قوي هناك. بكلمك بصراحة، المستوى فين بتاع درجة ثالثة هناك؟ اعلى مصر كتير ولا قريب ولا ايه بصراحة؟ يعني اعلى من مصر بحاجه بسيطه. اعلى من مصر حاجه بسيطه، حاجه بسيطه، او ممكن نقول زي مصر يعني. تمام. عشان برضو يعني ندي كل حقوق. درجه ثانيه اعلى طبعا من مصر بكتير. اعلى بكتير طبعا، لان في محترفين كتير جدا. كان ربنا كرمني فيه برضو، كان في اول سنه ليا معاهم مع الدرجه الثانيه يعني ربنا كرمني، كنت هدفت الدوري واحسن سنتر هاف باعتقد 249 جون في 22. مش ربنا كرمني جدا الحمد لله. يعني في ثاني سنه، في ثاني سنه على طول. ربنا. بعد اربع شهور ما كانش في لغه، اتعلمنا فرنسيه في قد ايه؟ يعني في خلال ثلاث سنين كده. ثلاث سنين. هي لغه سخيفه شويه. بس وانا مش من النوع اللي بحب المذاكره قوي كمان خالص. لا خالص. انت مدرس ولا عملتي ايه؟ خالص، هي بالمعامله كده. بالمعامله. بالمعامله. بتتكلم فرنسيه دلوقتي 50% 60% ولا 100%؟ ممكن نقول 80 85%. ما شاء الله. خلاص. الحمد لله. هي. الحمد لله. الحمد لله. نكمل بقى ثاني سنه. ثاني سنه نفس الفكره برضو، خدت هداف الدوري بس كان بتلعب عليا مان تو مان بقى خلاص على طول. عرفوكي. خلاص بقى يعني هو الحكم، احنا بنسنتر، الحكم بيصفر، انا ملعوب عليا مان من اول دقيقه. في الوقت ده خلاص حتى اللعيبه اللي معايا في الفرقه والمدرب قالوا لي خلاص لازم تمشي، يعني لازم تطلعي الدرجه الاولى خلاص. في السنه ديت فعلا كنت بلعب في ماتش باريس، وجالي رئيس النادي بتاع نيس والمدرب بتاعهم، وبالمناسبه المدرب بتاعهم هو مساعد مدرب منتخب فرنسا دلوقتي. اللي خد معاهم كاس العالم وبيلعب بطوله اوروبا دلوقتي. واتكلموا معايا سيدات. سيدات. اتفضلي. اتكلموا معايا وكل حاجه، فقلت طبعا ده حلمي، ما عنديش مشكله خالص، ده حلمي. انا اصلا جيت فرنسا عشان انا عايز العب درجه اولى. فيمكن هو ده اللي حصل فعلا، ومضيت معاهم، مضيت ثلاث سنين. اول سنه يعني اديت اداء كويس جدا الحمد لله رب العالمين. والسنه اللي بعدها على طول حصل تغييرات كتير في الفرقه وبتاع، وقرروا ان هم يختاروني كابتن فريق. وبقيت كابتن فريق نيس. بقيت اول بنت مصر. اللحظه اللي اتقال فيها مروه عيد يا كابتن فرقه ايه؟ بص، هو انا صراحه ما كنتش مستوعبه يعني. ان برضه انت مهما كان لعيب اجنبي، انت مش مواطن يعني. بالزبط. بس فانا الحمد لله رب العالمين يعني املك من الشخصيه اللي يخليني ابقى جديره بالمكان دوت، لان انا شرفت ان انا كنت كابتن فريق النادي الاهلي في الاول. دي حقيقه. وكنت كابتن منتخب مصر، فالحمد لله يعني الواحد محظوظ ان هو خرج من النادي الاهلي، لان انا اتعلمت يعني احتراف، اتعلمت يعني ايه انك تبقى كابتن فريق، اتعلمت يعني ايه مكسب، اتعلمت روح، اتعلمت كل حاجه. فانا رايحه هناك اوريدي انا بروفيشنال اوريدي. مروه قولي لي انت ماشيه في نيس، دي حقيقه اي حد بيتمنى نيس طبعا. قولي لي انت ماشيه، الجمهور بيعامل معاكي ايه هناك؟ والله انك الحمد لله انا ليا الحمد لله بقى ليا اسم كبير قوي هناك الحمد لله، واسمي مميز جدا حتى مع الناس الاعضاء بتوع النادي او الناس السبونسر او كل حاجه، وفي ناس كتير بتوقفني ساعات هناك برضو، وبنقعد في حته شدوا حيلكم ماتش مهم الاسبوع الجاي الكلام دوت، يعني الاجواء برضو الى حد ما. بيقلب عليكي ولا لا؟ والله خالص، لا خالص الحمد لله، يعني دايما ببقى عند حسن ظنهم، فالحمد لله الواحد بيعمل اللي عليه، وانا اخيرا بيبقى توفيق من ربنا يعني. حبك الكبير لكره القدم خلاكي لعيبه في نادي دجله؟ مظبوط. دي حقيقة. وكنت هدافة وكنت كل حاجة. دي حقيقة. هدافة الدوري. دي حقيقة. وسبتي الكورة وسبتي العالم ده ورحتي الهاندبول، بس علاقتك بلعيبة الكورة علاقة قوية جدا. طبعا. صح. طبعا، لأن أنا عشت أيام معاهم كتيرة جدا كويسة، سواء مع في نادي وادي دجلة أو في مع منتخب مصر. ليا أصحاب كتير جدا ولسه أصحابي لغاية دلوقتي، والكورة بالنسبة لي حياة، هي مش كرة القدم بقى. طبعا. طبعا. مش لعبك. لا مش لعبي خالص. الفرجة عليها. لا الفرجة عليها. تشجع ريال مدريد. بشجع النادي الاهلي وريال مدريد. بتعشق رونالدو. بتحبش ريال مدريد؟ ما هي دي المشكله. ده اختلافنا الوحيد. قولي لي بالظبط، قولي لي فعلا لما بتشجع النادي الاهلي انا بشوفك على السوشيال ميديا. طبعا. مش تعليقات تقيله. تقيله. ليه؟ عشان انا بحس نفسي، انا عارف ان ده ممكن يكون ضد الاحتراف وضد العادات والتقاليد الرياضيين والكلام ده، انت فاهم قصدي؟ بس انا بحس نفسي عنصريه جدا للنادي الاهلي. ده المكان اللي اتربيت فيه، ده المكان اللي خيره عليا، ده المكان اللي اداني كل حاجه في الحياه بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا. فارتباطي بالنادي الاهلي مش بس ارتباط مشجع
عايز فريقه دايما رقم واحد في كل حاجة. لا بقول لك ده المكان اللي رباني، ده المكان اللي شفت بيتي بالظبط كده، زي بيت كل أهلاوية بالظبط. انا دايما لما بقعد في النادي دايما مع كابتن دعاء عادل وكابتن مايا عمر، كان برضو كباتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر بالظبط، دايما واحنا قاعدين دايما عند التنس هناك اقول لهم انا نفسي ابني بيت في الحته دي واقعد هنا، انا نفسي اعيش هنا. عايز اعيش في النادي الاهلي؟ انا نفسي اعيش فعلا والله. مش انا مش بمرض. انا عارف انا الموضوع انا متاكد هو مرض، هو حب الاهلي لينا مرض. فاهم قصدي؟ مفيش مروه متابعه كل ماتشات النادي الاهلي؟ لان كل السوشيال ميديا لما بعد ماتش الاهلي خساره او مكسب لازم تكتبي عليه حاجه. طبيعي. ما انا دايما موبايلي دوت او في البيت هو ماتشات الاهلي دايما بس. الفيسبوك كل البيجز بتاعت النادي الاهلي كلها متابعاها 24 ساعه يعني. هو ده بالسوشيال ميديا والله علاقه يعني بحس انها برتاح فيها جدا يعني. انا 24 ساعه لان طبعا بعيد عن مصر جدا وبعيد عن النادي، فدايما ما بحبش اكون بعيده، دايما احب اكون متواجده جوه المكان جوه الحدث. حتى قبل ما اسافر كنت دايما بروح الاستاد دايما موجوده. راح الاستاد من تسرح الاستاد من يومين بالظبط، ورايحه ان شاء الله ماتش الجون. وراح ماتش الجون يوم الاربعاء ان شاء الله. طول ما انت موجوده في مصر هتروح الاستاد. لازم، ده اساسي. مفيش كلام. جماهير النادي الاهلي والسبورت المروه عيد وهي محترفه ايه؟ شرف كبير جدا ليا صراحه. ناس كتير بتقف جنبي وناس كتير بتقف معايا حتى لما برجع هنا في الاجازات او في حاجه، ان الناس تقف وتعرفني او الناس تتكلم معايا وتسلم عليا، ده بالنسبه لي شرف كبير جدا جدا جدا. لولا جماهير النادي الاهلي طبعا ودعواتهم ليا، فبحب اشكرهم جدا الصراحه. سبورت ليا بطريقه كبيره جدا، سواء في وقت الانكسار لما بخسر، ولا وقت ما اكون مصابه، ولا حتى وقت المكسب. يعني بحس ان انا ليا اهلي وعزوه كده. هم جمهور السوشيال ميديا بتاعك. دي حقيقه. بيسبورتوا دايما ومتابعين مروه عيد ومتابعين ماتشاتك ومكسبك. دي حقيقة. متابعين جدا، وحتى في مشاكل حتى لما الاهلي خسران بنتناقش سوا، بنتكلم سوا، بيبعتوا لي وبرد عليهم. يعني احنا واحد بترد. احنا عارف. دايما احنا يعني احنا دايما اقول لهم كده، دايما متجمعين على حب الاهلي. فدي حاجة مهمة جدا. مروة عيد بعد تاريخ كبير واحتراف وكابتن، مش عايز اكبرك بصراحة لحسن يعني، في صور ليه؟ الصورة دي في الاستاد عشان نادي الاهلي طبعا، برضه لابس احمر. ده اساسي لازم. بيجري في الدم يا كابتن، مفيش ما بتهزريش. طيب في صور تاني معانا، صور تاني صح؟ بيجري في الدم. بيجري في الدم فعلا. طبعا. بصي عندنا كم صور، احنا اعتقد هيطلع كذا صوره دلوقتي. اوكي. عايزك نعلق يعني، هيجيبوها بس هيجيبوا لك اربع خمس صور كده نعلق عليهم. لكن قولي لي بعد تجربه الاحتراف وي كانت ناس كتيره قالت مروه عيد مش عايز تيجي منتخب مصر هاندبول. لا خالص والله. ايوه. لا 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 خالص، مفيش حد كبير على منتخب مصر. شرف لاي حد ان هو يشرف ينتمي لمنتخب مصر او يمثل منتخب مصر. مع انك عرض عليك جنسيات اخرى. عرض عليا جنسيتين بس انا رفضت طبعا. بص كان من الجانب المادي طبعا موضوع مغري جدا. بس انا صعب قوي عليا اقف اقول اي نشيد تاني غير نشيد بلدي. اهلي ومصر ما تهزريش فيهم. ما فيهمش نقاش. يعني ما فيهمش نقاش خالص. صعب. صعب جدا، ما اقدرش استحملها. طب قولي لي لما قالوا ان مروه عيد مش عايزه تيجي كان ايه اللي حصل؟ او كلمتي على منتخب مصر او ايا كان؟ والله بص انا طبعا مفيش حاجه اسمها لعيب ليه طلبات على منتخب بلده. طيب او على فرقته. عشان اسف مروه بقطع كلامك، صورتين، ايه اللي على اليمين وايه اللي على الشمال؟ اللي على اليمين دي ساعه ما بدات خالص في مركز شباب زينب خالص، كان عندي 6 سنين اعتقد او 7 سنين بالكثير خالص. هاي. واللي على الشمال بقى بدايه الحلم خالص، دي كانت اول سنه ليا في درجه اولى مع نيس. تمام. لما مضيت درجه اولى ممتاز مع نيس. دي كانت اول سنه ليك؟ دي اول سنه ليا. اول سنه ليا. حبيبي. حبيبي. تمام. حبيبي. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. كان تكريم ويعني انا بقالي 8 سنين محترفه، ما حدش فكر خالص ان هو يكرمني او يبعت لي او يكلمني. فكان يوم بالنسبه لي بصراحه كان يوم عظيم في تاريخي كابتن محمود الخطيب. بس اليوم كبير جدا طبعا. كنت عايز اشكر بس طبعا كابتن رؤوف عبد القادر، وكنت اشكر كابتن عمر شوقي كمان لان هم كان لهم دور كبير جدا جدا ان اليوم ده يتم تكريمي فيه. حقك. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. فاني كرمني كمان كابتن محمود الخطيب ده شرف كبير جدا ليا، حاجه تحط في تاريخي برضه. تمام. الصوره الثالثه كنت كابتن فريق. هنا كنت كابتن فريق. هنا اول تاني موسم ليا كنت كابتن فريق. دي الصوره اللي بعتز بيها جدا طبعا يعني. في اصرار في الصوره طبعا. طبعا انا قلت لك احنا اتربينا على كده كابتن. اتربينا على الاصرار، اتربينا على العزيمه. ده كان تاني ماتش لينا الموسم دوت، وكنا متعادلين، وكان انا جبت جون في اخر 15 ثانيه وهم خدوا تايم اوت واحنا راجعين خلاص. الماتش فاضل عليه حوالي 20 ثانيه، فكنت فعلا بدعي ربنا ان الماتش يخلص كده وكسبنا. اخر صوره دي اخر صوره برده كان بين شوطين ماتش السنه دي برده. الصور دي جديده، صور السنه دي الموسم دوت.
كنت سرحانه كده، كان مدرب بيتكلم معايا فكنت مركزه جدا في كلامه يعني. بس يعني عايز اعرف بس رقم 86 انت كنت بتلبسي كام في مصر وتلبسي كام في احنا معتبر رقم عائلتنا هو رقم 10 يعني. تمام. كابتن حنان، كابتن عيد اختي الكبيره كانت رقم 10، وبعدين انا لبسته من بعدها لاني لعبت معاها كمان. وبعدين نصر لبسته من بعدنا. سؤال عادي، 10 ده عشان كابتن بيبو ولا عشان ايه؟ ده اكيد دي أكيد. ما احنا كبرنا لقينا بيبو برضه انت سعد حنان بقى صح لحد نصر فده طبيعي. طبعا تمام. 86 هو كان تاريخ ميلادي، كان نفسي جدا اخد رقم 74 تخليدا ذكرى شهداء النادي الاهلي، لكن للاسف الرقم كان موجود مع حد في الفرقه في الموسم دوت. فلبست 86 ولقيت لو جالك اللي دخلتي 74 هتاخديه؟ هاخده طبعا. هتاخديه؟ هاخده طبعا. فيهاش نقاش، فيهاش نقاش. بس انا بالنسبه لي برضه تخليد الشهداء مش بس بالارقام، تخليد الشهداء في القلب هنا وهنا. تمام. فدايما الواحد بيدعي لهم دايما ربنا يجمعنا بيهم على خير يا رب. يا رب يا رب يا رب. طيب عايزين نشوف حاجه يعني، بيقولوا لي في حاجه مهمه عايزين نشوفها، هنشوفها. يلا بينا. اتفضل. ايه هو الصوت فين؟ الصوت. طب نعلق عليه. ايه ده؟ ما اعرفش مين كده. ده كان اعلان كده تبع النادي عندنا، كان سبونسر، فكان لازم الفرقه كلها تعمله يعني. بس كان اعلان، كان اعلان، كان اعلان شركه راعيه للنادي بتاعنا يعني، كان سبونسر، كان لازم الفرقه كلها تكون متواجده فيه. طب عايز ارجع لمنتخب مصر عشان الوقت بيجري معايا. نرجع لمنتخب مصر وايه اللي حصل؟ قالوا المره دي مش عايز تيجي منتخب مصر. لا خلاص، الكلام ده ما حصلش ومش هيحصل عمره، مفيش كلام طبعا. لكن انا اتمنى لما نيجي نشارك. وبالمناسبه في بطوله افريقيا دلوقتي بدات، وهي الوقت ده في كونغو. بدات النهارده بالظبط. كنت اتمنى طبعا ان احنا نكون مشاركين فيها، لكن عشان نشارك في البطوله احنا يهمنا طبعا ان اسم مصر يكون أكيد كبير، واسم مصر نبقى نكون قد المسؤوليه. فالموضوع محتاج ان لازم يكون في امكانيات، لازم يكون في استعداد كويس، لازم يكون في بطولات وديه، لازم يكون في اهتمام بالبنات عشان نقدر نشرف مصر ان شاء الله يعني. بكلمك بصراحه، ايه الفرق بين هنا، بين البنات هنا وبين البنات في اوروبا؟ بيني وبينك برضو الناس المسؤوله هناك، الناس المسؤوله هم مصدقين جدا البنات يقدروا يعملوا حاجه. طيب. هناك عندهم منتخبات 17 سنه 18 سنه 20 22 لحد الفيرست تيم. تمام. وكله ماشي ببرنامج واحد خالص، كله نفس البرنامج من اول الدرجه الاولى لحد الناشئين. بس فاتمنى يكون في اهتمام. الفرق في الاهتمام، بس الفرق ان في مسؤول مصدق ان البنات دي تقدر تعمل حاجه. لو احنا في يوم من الايام قدرنا نوجد المسؤول دوت، البنات هيبقى ليها شكل تاني خالص. مروه، شايفه مستوى مصر فين من افريقيا؟ لا احنا بعاد طبعا، بعاد بعاد، لان انت مش بتشارك. لكن لو بتشارك هتوصل. السنه اللي فاتت عملوا ماتشات هايله في البطوله. طبعا طبعا عملوا ماتشات كويسه جدا، لان الفرقه كلها عناصرها صغيره. ما انا قلت لك هي بالمشاركه. خلي بالك النادي الاهلي لو شارك البطوله الجايه فهيأدي احسن طبعا، لان انت بتكسب خبرات. الهدف من المشاركه هو اكتساب الخبرات. لما قالوا لمروه عيد تعالي بطوله افريقيا ما جاتش، هي ما رفضتش بس ما جاتش. عايز اوضح الصوره، هو النادي هم بعتوا للنادي الاهلي على طول، النادي الاهلي بعت لنادي نيس. للاسف انا كان عندي وقتها وقت السيمي فاينال كاس فرنسا، كان قبل دور ماتش دور الثمانيه وماتش دور بالظبط، وعندي بقى بدايه ماتشات البلاي اوف اللي احنا بنلعب زي امريكا في الباسكت شويه، بنخلص الدوري رايح جاي، وبعدين من اول الاول للثامن بيلعبوا البلاي اوف. فللاسف النادي رفض خالص، قال لي لو كان في شهر 5 كان الدوري هيخلص ساعتها كنت تقدري تمشي. فكان قرار النادي مش قراري، ما اقدرش. مش قرار، احنا خدامين النادي الاهلي، خدامين النادي الاهلي. طبعا يعني وقت ما هترجعي نادي الاهلي في اي وقت بيطلبك هترجعي له؟ طبعا ما دام فاضيه هناك. لو النادي الاهلي طلبني النهارده بكره الصبح هكون في النادي الاهلي. طيب مروه عيد تختم حياتها محترفه ولا في النادي الاهلي؟ في النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين. ناويه؟ طبعا. يعني ناويه بعد 20 سنه؟ حلو. كويس، خلينا نقول يا رب ربنا يكرمه في اللي جاي. بس اخر سنه هتلعب في النادي الاهلي لازم ان شاء ناوية. الله. طبعا لو النادي الاهلي ما عندوش اي اعتراض ده هيبقى ليا الشرف. اكيد ده شرف لينا كلنا ان انت موجوده. في حاجات سريعه، عقدك هيخلص في 2020 واذا ربنا اراد يعني، وربنا بعد عننا الاصابات هنشوف الدنيا يحصل فيها ايه باذن الله. عايزه في حلم من احلام الاحتراف ما حققتوش يعني؟ عايزه تروحي المانيا، عايزه تروحي اسبانيا؟ لا خالص. ولا انت بتلعبي في اجمد دوري في العالم؟ انا اجمد دوري في العالم طبعا، لان فرنسا بقت بطل عالم كمان. تمام. فرنسا بطل عالم طبعا. تلعب معاكي حد في منتخب فرنسا؟ طبعا كان بيلعب، حتى كان في ثلاثه بيلعبوا معايا من اللي خدوا بطوله العالم، اللي خدوا كاس العالم. طبعا معايا بيلعبوا معاكي. كانوا بيلعبوا معايا بس الموسم اللي فات مشي وخلاص. طب هنسرع رتم كمان. اتفضل. عشان بيقولوا ايه الوقت بيجي. معاك. قولي لي يا مروه، حلم من احلامك ما اتحققش، بطوله اوروبا. بطوله اوروبا ما لعبتيش لسه بطوله اوروبا؟ لا ما لعبتش الصراحه، ويعني هو الواحد بيجتهد وبيسعى
نصيب، ما حدش عارف الخير فين، ما حدش عارف الخير فين. بس لكن تزال الفرصه قائمه طول ما فينا نفس، لسه الحلم موجود. لسه الحلم موجود، انا متاكد وواثق فيكي تماما. 2020 عقدك مع نيسي يخلص، عندك عقود تانية ولا هتجددي مع نيسي؟ اذا ربنا اراد يعني ممكن اجدد. ممكن تجددي مع نيسي؟ مستريحه هناك؟ انا مرتاحه هناك، فتمام ما دام مرتاحه خلاص مفيش مشكله خالص. لا لا الحمد لله. لكن مش ممكن اي مره لعيب بتلعب في المانيا، بتلعب في اسبانيا، بتلعب في دوري تاني؟ ما اعتقدش. مش جواكي؟ لا لا خالص، مش طموح بالنسبه لي طبعا. لكن لو جالك لو في فرصه كبيره وفي نادي فعلا كويس اقدر ادي فيه اكتر ما بادي في المكان اللي انا فيه، اكيد اكيد هروح طبعا. يعني في لعيب مهم في حياتك في مصر؟ هو مش لعيب نادي الاهلي بس هو حياتك فيه، كابتن منتخب مصر كابتن احمد الاحمر. الاحمر طبعا. احمد الاحمر ده اخويا حبيبي بالظبط. انا عارف انت صديقتي العيله. احمد طبعا، وكان طبعا طبعا طبعا، وكابتن مصطفى الاحمر ونيره الاحمر كانت صديقتي برده في منتخب مصر. بتشرف بيهم جدا وعيله بتشرف بيها، والاحمر من اساطير كره اليد المصريه. بيساعدك في حاجه الاحمر؟ يعني احنا دايما في تواصل ما بيننا صراحه، يعني دايما في تواصل ما بيننا دايما. لما يكون حد فينا عمل دروب فبيكلم التاني على طول. بيكون في دروب تلاقي التاني بيكلمه. احمد اخويا طبعا، اتمنى له التوفيق ربنا كرمه. كنت اتمنى ان احمد يكون لاعب في النادي الاهلي. تتمنى يلعب في النادي الاهلي؟ عندي اثنين وزراء. بنتي دكتوره نبيله مكرم السنه اللي فاتت في مصر تستطيع. دي حقيقه. قررتي بعديها تبقى وزيره الرياضه؟ نفسي اتولد جوايا طموح صراحه. الطموح كان ايه وجيتي ازاي؟ بس سريعا يعني هي شخصيه محترمه جدا الصراحه، لما قعدت معاها يعني ست شخصيه مجتهده جدا. ازاي هي اللي كلمتني؟ فوجئت في يوم هي اللي بتكلمني في التليفون تقول لي احنا عاملين مؤتمر مصر تستطيع وشرفني اني موجوده. كنت في مصر كنت رجعت هنا فعلا. كنت في اجازه وقلت لها طبعا تحت امر حضرتك. رحت قابلتها في مكتبها وبصراحه شخصيه محترمه جدا جدا. وانا قلت لها ساعتها، قلت لها انا دلوقتي بس اتولد جوايا طموح ان انا نفسي ابقى اكون في يوم من الايام وزيره زي حضرتك. شخصيه محترمه جدا، اتمنى لها التوفيق دايما. يعني لو كنت وزيرة الرياضة مروة عيد هتعمل ايه في الرياضة النسائية في مصر؟ هدي كل يعني بص الكفاءة اهم حاجة، الكفاءة. مين الأصلح في المكان سواء انا مختلفة معاه او متفقة معاه، دي حاجة مهمة جدا بالكفاءة. فهدي لكل حد وقته ومساحته وتوفر له الإمكانيات انه يشتغل. ساعتها هتلاقي نتائج مختلفة مليون في المية. طيب اسالك اسئله اسرع شويه. طبعا. كلمة لأسرتك اخيرا. يعني ربنا يخليكم ليا يا رب، ويعني انا عايشة في الدنيا عشانكم. نادي الاهلي اعظم نادي في الدنيا، والاهلي فوق الجميع، و جمهور النادي الاهلي كلها معاك. جمهور النادي الاهلي انتوا اعظم جمهور برضه في الدنيا، وخليكم واثقين في النادي الاهلي. يعني اعرفوا ان النادي الاهلي هيرجع رقم واحد، لان هو معودنا دايما على رقم واحد. طول عمرنا واحد طبعا، طول عمرنا رقم واحد. ويومين ثلاثه مش وقع يوم هترجع بتخسر بطوله هتعوضها ب 10 ان شاء الله. كلمه اخيره لمجلس الاداره ده لقياده كابتن محمود. كابتن محمود خطيب طبعا بنثق فيكم جدا، كنا مستنيينكم وفي طموحات كثيره جدا لناس قوي عليكم كتير جدا. كل الناس واثقه فيكم، كل الناس مستنيه منكم شغل كتير قوي. يعني روح فانيلا الحمراء هو كان شعار الحمله الانتخابيه لمجلس اداره النادي الاهلي. يعني نتمنى ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ترجع البطولات تاني النادي الاهلي قريب. دي حاجه انا واثقه مليون في الميه. صدقني انا دايما بقول للناس كده، خليكم واثقين في كده ولا حاجه. فاحنا واثقين فيهم واحنا معاهم، والنادي الاهلي دايما جمهور وراه. دي اهم حاجه. ماتش ولا ماتشين ولا بطوله النادي الاهلي عمره ما يتهز. هنعوضها ب 10. برافو عليك. انا هعوضها ب 10 باذن الله. مروه شرفتيني ونورتيني وسعيد جدا انت معايا. وكلام في حاجات كتيره وقدام اسئله كتيره حبيبي. نحاول نعملها تاني ونقعد مع بعض. ليا شرف كابتن. بشكر حضرتك جدا كابتن خالد. بعد ما عملنا لقاء مع كابتن مروه عيد وعرفنا كل جوانبها، بنشكر الساده المشاهدين على امل اللقاء كل يوم في الاهلي الليله من 7 ل 10. شكرا والى اللقاء.